اقرأ أخي ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه من المطهر تنزيل من رب العالمين. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت فلولا إذا بلغت حلقون. اقرأ من قوله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جزاك الله خير. اقرأ أخي ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله.